Hello my dear viewers, welcome back again English another shape with teacher Wahid. حياكم الله طلاب وطلبات الصف الاول الثانوي. Today النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جرامر سهل وبسيط مقرر عندنا في يونت 3 اللي هو اسمه regret. اسمه ايه؟ regret. What does it mean؟ يعني ايه regret يا شباب؟ regret معناها الندم. انت بتندم. You regret. طيب الندم ده كام نوع؟ نوعين. regret something you had to do it or regret something you actually did it. Okay؟ يعني حاجة انت عملتها او كان المفروض انك تعملها وحاجة المفروض انك ما عملتهاش. طب كيف دي وكيف دي يا شباب؟ نشوف مع بعض قاعدة الـ regret. بنقول should have plus verb 3. should have plus verb 3. should have plus verb 3 يعني حاجة بتقول يا ريتني كنت عملتها. For example واحد بيقول يا عيني مسكين I should have studied hard. I failed my exam. قول يا ريتني ذاكرت كويس. نشوفها تاني مع بعض. I should have studied hard. Okay؟ يبقى ده حاجة كان المفروض انه يعملها بس ما سواها. So he regrets about it. Okay؟ طب نشوف النوع التاني بيقول I shouldn't have driven too fast. I shouldn't have driven too fast. بيقول يا ريتني ما سوقت بسرعة. أكيد ماكن هوا أخذ جسيمة. أوكي؟ فقالها إزاي؟ shouldn't have زاد التصريف الثالث. يبقى هما نوعين. should have verb 3 shouldn't have verb 3 وخلصت القاعدة على خير. في الاختبار لو شفتها should have تدور على verb 3 بعدها. تصريف ثالث. shouldn't have برضو تدور على verb 3 بعدها. Thank you. Bye bye.